ربما يعد حذاء سندريلا الذي أضاعته لتلتقي بأميرها الوسيم أحد أشهر أحذية الكعب العالي إعلامياً، لكن الحذاء المرتفع عن الأرض قبل أن يصبح واحداً من رموز الأناقة والجمال الأنثوي كان رمزاً رجولياً أصيلاً. فما القصة؟ في نحو عام 3500 قبل الميلاد استخدم الجزارون المصريون أول نموذج للكعب العالي، وكانوا يرتدونه لإبقاء القدمين مرفوعتين عن الأرض وعدم ملامستهما لدم الحيوانات أثناء العمل، كما ساعدهم ذلك على منع الانزلاق. بمرور الوقت استخدمه النبلاء المصريون ليظهروا أكثر طولاً أو في الطقوس الدينية ليصبحوا أقرب إلى الآلهة كما يرى بعض المؤرخين. في اليونان القديمة استخدم الممثلون صنادل الكوثورني للتمييز بين أهمية الشخصيات المسرحية، وهي أحذية من الفلين ذات نعال خشبية عالية. نحو عام 1300 قبل الميلاد ظهر في الشرق الأوسط القبقاب، وهو حذاء خشبي بكعب عال استخدم لمنع الانزلاق في الحمامات، وكان يصدر صوتاً عند ارتطامه بالأرض. خلال القرن العاشر وجد الكعب العالي طريقه إلى بلاد فارس، حيث تم تصميمه للرجال الأثرياء بهدف زيادة الطول، لكن مقتنيه لاحظوا أنه يساعدهم على تثبيت أرجلهم بركائب الخيل، فأصبح الفرسان يرتدونه لتأمين أقدامهم أثناء ركوب الخيل. وهنا ربطت الثقافة الفارسية الكعب العالي بميزات أكثر ذكورية. نحو القرن الرابع عشر ارتدى الرجال والنساء ما عرف بالمعكوفات أو الشوباينز، وهي نعال خشبية وصلوها بأحذيتهم لحفظها من وحل الشوارع، وكانت شائعة في تركيا وأوروبا حتى أوائل القرن السابع عشر، خصوصاً لدى نساء الطبقة العليا، وكان طولها أحياناً يصل إلى 54 سنتيمتراً، لكنها كانت تخفى تحت الملابس، فيما كانت النساء يتعكزن على الخادمات للسير بها. جلب المهاجرون الفارسيون صيحة الأحذية إلى أوروبا، وفي عام 1673 قدم الملك لويس الرابع عشر أحذية ذات كعب أحمر ونعل أحمر إلى البلاط الفارسي، ثم بدأ الذكور الأرستقراطيون يرتدونها ليظهروا أطول وأكثر قوة، مع الحفاظ على اللون الأحمر لأن صبغته كانت غالية الثمن آنذاك. خلال القرن الثامن عشر بدأت النساء بتبني الكعب العالي كعلامة مميزة لأناقتهن، كما أصبح متاحاً لكل الطبقات. بالمقابل تخلت أحذية الرجال عن الارتفاع وباتت أكثر راحة، لكن الكعب العالي ورغم التحول الجذري عن القرون السابقة لم يتخلى يوماً عن قوته الرمزية.